كنا لما كنا بنصدر في السنوات السابقه 200,000 150,000 قلنا احنا حطمنا الرقم القياسي. احنا بقى لنا 3 سنين دلوقتي 500 650 600. السوق الروسي وعلى الاخص طبعا بعد اتفاقات القياده السياسيه اللي عملتها مع روسيا، روسيا حاليا فتحت لنا الاستيراد. بطاطسنا هم خدوا اكبر كميه مننا، وفي دول زي تركيا ما خدتش منهم حاجه. فاحنا طبعا دي نبذه عن اهميه المحصول بالنسبه للدوله المصريه. في من 3 ل 4 مليون مصري بيقبضوا من زراعه وانتاج وتصدير البطاطس، يعني لما نحطهم في كفه يعتبر مقاربه للقطاع العام في وزاره السياحه. 4 مليون تقريبا مصري. في السنوات السابقه مصر كان مواعيد الزراعه في مصر كان من بتبتدي من 2012 لحد 15 يناير. ده في الزمان، يعني مثلا من حوالي 10 15 سنه. حصل تغير في الظروف المناخيه في مصر اللي هو ان فتره الصيف بقت طويله جدا، الاراضي بقت بتنشف بسرعه فمحتاجه انها تتزرع. طيب نتغلب على النقطه دي ازاي؟ عبد الحميد بيه. البطاطس لما بتتحصد في اوروبا بتتحصد تقريبا في شهر 10. البطاطس هناك ما بتتعباش من الخط والجلد على طول، لا دي بتتحط في محطات لابد انها تتجفف جفاف كامل، بتاخد مرحله ما تقلش عن شهر في مرحله الجفاف والاعداد للتصدير. والله طرحت انا من لا مش النهارده بقى امبارح على اللجنه اللي فاتت، هو بتاعت اللي فاتت كان عندي لجنه بحيره ناصر او بحيره السد بيسموها، وفيها مشاكل كثير خالص صراحه. الانتاج فيها كان حوالي 40,000 طن او 50,000 طن، نزل 7,000 طن حاليا انتاج الاسماك فيها، وده ناتج من اهمال في البحيره وناتج من مجالس الاداره المتعدده اللي بتروح عباره عن شركه تشريفي فقط لا غير. واكثر من ذلك برضه على انه فيها ما يقرب من 30,000 تمساح، وده بيلتهم الاف الاطنان. والاشراف على هنا على وزاره الزراعه، واحنا عاوزين ننقل الاشراف لمحافظه اسوان على البحيره ان شاء الله. كان في مشكله البطاطس بيتم طرحها في اللجنه النهارده، تديني مختصر كده عن المشكله واللي بتاجه الازمه كزراعه البطاطس. صراحه البطاطس من الاشياء الرئيسيه حاليا في مصر عندنا، وبتصدر منها بحوالي 500 مليون، خاصه اسواق روسيا مفتوحه لمصر، وتاخذ عماله ما يقرب من 4 مليون صراحه، فلها دور كبير خالص يعني. في بعض المشاكل ان شاء الله حيتم حلها ان شاء الله.